بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه بن وهو متجه للجيش، وبتدور أحداث فيلمنا في الحرب العالمية التانية، وبنروح لساحة قتال وبنتعرف على جو قائد الفرقة، وبيبدأ تبادل نار بين الجنود الأمريكان وجنود اليابانيين، وفي جنود كتيرة وقعت، والجنود الأمريكان كانت ذخيرتهم قربت تخلص، وفضلوا محاصرين من الجنود اليابانيين، وواحد من الجنود الأمريكان اسمه تومي قال للقائد إن ذخيرتهم قربت تخلص وإنهم لازم ينسحبوا، لكن كان الوقت اتأخر لأن الجنود اليابانيين قذفوا المكان وهم بينسحبوا، وماتوا معظم الجنود الأمريكان ما عدا القائد جو، لكنه اتصاب إصابة شديدة، وبنروح نشوف القائد جو هو في مستشفى الجيش، وبتيجي الممرضة اسمها ريتا وبنعرف منها إن طبلة ودنه اتصابت، وده اللي هيخليه مش هيقدر يمشي، بس هو مصر إنه يرجع للحرب تاني، وريتا بتحاول تقنعه إنه ما يرجعش تاني لأنه مش هيقدر يمشي، بس هو بيقوم وبيحاول يمشي. لكن خطواته مش ثابتة وقال لها انت هتساعديني ولا لا، وبعد ما بيتم علاجه بيروح للكشف الطبي والضابط بيختبر سمعه وبيجاوب كل الاجابات صح، بس طلع ان ريتا هي اللي كانت بتساعده علشان يجاوب صح. وبنروح لبين وصاحبه تشارلي وهم بيتعلموا الشفرة علشان يتواصلوا بيها مع القيادة، واديهم القائد دقيقة واحدة علشان يفكوا شفرة، وبعد دقيقة بيقدر تشارلي انه يفك الشفرة بمنتهى السرعة والدقة. وبنرجع لجو وهو مستني دوره علشان يدخل للقائد، ولما بيدخل القائد بيكلفه بمهمة حماية جندي الشفرة لأنهم خسروا رجالة كتير بسبب إن اليابانيين قدروا يفكوا الشفرة بتاعتهم، وده اللي خليهم يخسروا المعركة. لكن جو بيعترض في الأول، لكن القائد بيقوله مفيش أحسن منك يقدر يقوم بالمهمة دي، وبيضطر يوافق. وبنشوفه وهو بيتمرن علشان يرجع لياقته من تاني، وهو بيجري بيروح لواحد اسمه بيتر وبيعرفه عن نفسه، بس جو مش بيديله اي اهتمام. وفي نفس الوقت كان بين وتشارلي وسطوا المعسكر التدريب، وبيروح لهم بيتر وبيعرفهم بنفسه، وبعد كده بيروحوا علشان ياكلوا، وبعدها بيقعد جو لوحده علشان ياكل، وبيجي بين علشان يتعرف عليه، لكن جو مش طايقه اصلا، وبين بالغلط وقع كوبايه الميه بتاعه جو ولسه هيديله بتاعته بيكبها في اكله، لكن جو اخد اكل بين وسابه ومشي. وفي نفس الوقت بالليل بيقعدوا الجنود يلعبوا كوتشينه، وبعد شويه بيطلب واحد من الجنود من تشارلي وبين انهم يجوا يلعبوا معاهم، بس في واحد بيفضل يتريق عليهم وده اللي بيضايق تشارلي ومش بيرضى يلعب معاهم. وفي تاني يوم بتروح الكتيبه للقائد علشان يتفقوا على خطة علشان يستولوا على جزيرة اسمها سيبان، لأنهم لو استولوا عليها هيكونوا في طريقهم لطوكيو علشان يحتلوها. وبعد ما بيخلصوا كلامهم بيفتكر جو اللي حصل معاه آخر معركة، وبيتأثر وبيخرج علشان يشرب سيجارة، وبيلاحظ بين إن جو تعبان من حاجة وبيروح علشان يهون عليه، لكن جو بيعامله بأسوأ وبيخليه يمشي ويسيبه. وبالليل بيفضلوا يحتفلوا ويشربوا إنهم يروحوا على الحرب، وجو هو قاعد لوحده بتجيله ريتا علشان تديله دواء علشان لو حس بأي ألم، وبتقعد معاه وبيعزمها على مشروب. وفي تاني يوم بتهجم الجنود الأمريكان على الجزيرة، وبتفضل الجنود اليابانيين تقذفهم بالقنابل، لكن الجنود الأمريكان بيفضلوا يتقدموا، وجو بيقول لبين يبقى وراه علشان يقدر يحميه، وبيفضلوا يتقدموا وبيقتلوا أي جندي ياباني في طريقهم، وبيبين على جو إنه مغلول من اليابانيين بسبب اللي عملوه في أصحابه آخر معركة كان فيها. وأول ما بيوصل جو الفرقة اللي معاه بيخلي بين يبعت إحداثيات العدو علشان يقذفوهم بالصواريخ، وبالفعل بيبعت الإحداثيات وبتبدأ القوات البحرية الأمريكية يضربوهم، وبيخلصوا على الجنود اليابانيين ومش بيسيبوا حتة فيها يابانيين إلا لما يقذفوها. وهم في الخنادق بيكون في جندي ياباني لسه ما ماتش، وبيمسك السلاح على بين وبيبان على بين إنه مش قادر يقتل حد، لكن جو بيجي من وراه وبيقتله، وبكده يكونوا نجحوا في الاستيلاء على جزء من الجزيرة. وبالليل فضلوا يتكلموا مع بعض، وفي جندي من الجنود اسمه بيل ادى الخاتم بتاعه لصاحبه علشان لو حصل له اي حاجه يوديه لمراته، لكن مرضيش ياخده منه وقال له انت هترجع بيتك بالسلامه. وفي نفس الوقت بيكون جو بيتفرج على توكوز بيعملها تشارلي لصاحبه بين علشان تحميه من الخطر، وبيروح بيتر لجو مستغربين من التوكوز اللي بيعملوها. وفي تاني يوم بيكون بيستحمى في البحيره، وبعد ما خرج منها ولسه هيلبس هدومه راح له نفس الجندي اللي كان بيتريق عليهم في الاول وفضل يضرب فيه، ووصل جو فضل يتفرج عليهم، لكن بين اتعصب منه وهجم عليه وفضل يضربه لحد ما الجنود بعدوهم عن بعض، وجو اتعصب عليه. ومن الناحية التانية بيروح بيتر لتشارلي علشان عجبه عزفه وبدأوا يعزفوا مع بعض،
وفي تاني يوم بتيجي أوامر للفرقة اللي فيها جو وبين إنهم يبدأوا يتقدموا. وهم في الطريق بين كان بيكتب جواب لابنه، لكن جو قال له وقف كتابة علشان مفيش هنا مكاتب للبريد، وبالفعل بيوقف كتابة. وهم في طريقهم جنود أمريكان بيقذفوهم لأنهم افتكروهم يابانيين، وفضل القصف شغال عليهم. وبيتصاب بين بس مش بتيجي فيه وبتيجي في اللاسلكي، وبيموتوا جنود كتير لحد ما جت لبين فكرة إنه يلبس زي الجنود اليابانيين، وبعدها يقدر يوصل رسالة للأمريكان اللي بيضربوهم إنهم تبعهم. وجو بيكون رافض في الأول بس بعد كده بيقتنع وبيقرر يروح معاه على أساس إنه أسير، وبالفعل بيروحوا. ولما بيوصل جو بياخد السلاح اللي مع بين وبيبدأ يهاجم اليابانيين، وبيروح بين علشان يبعت الرسالة. وأول ما بتوصل الرسالة بيبدأوا الجنود يعدلوا زوايا الإطلاق علشان يهجموا على اليابانيين. وبعدها بيوصل القائد وبيدي لجو سامي الشجاعة، بس جو بيقوله انه مش هو السبب الوحيد، لولا الجندي بين ما كانوش نجوا. وبعد كده بيروح جو لصاحب بيل علشان يديله الوسام، وقال له اديه لمرات بيل. وبالليل بيروح بين لجو علشان يديله جواب مبعوث من ريتا، وبعدها بيعزمه على مشروب. وبين ما قدر حركة جو ان ادى الوسام بتاعه لبيل، لكن جو بيقوله انه مش بيحتفظ بالأوسامة لان اول وسام اخده رماه في المحيط. وبيمشي جو بس بيسمع صوت أصحابه اللي ماتوا في الحرب، وبيختل توازنه وبيقع. وبيروح بين علشان يساعده، وبيوديه للخيمة بتاعته علشان يرتاح، وبياخد سيجارة من جيب جو بيعمله طقوس الحماية. بس جو بيتعصب عليه وبيقوله أنا سكران، بس بين بيكمل الطقوس. وفي تاني يوم بيتقدموا علشان يروحوا قرية قريبة منهم وأمان. وهم في الطريق كل واحد بيتكلم ايه هيعمل بعد ما يخلصوا مهمتهم. ولما بيوصلوا بيخافوا اهل القرية وبيدخلوا بيوتهم. وبيروح بيتر لتشارلي علشان يعزف معاه. وبيروح جو البيت من البيوت وبيلاقي طفل مع امه بيتألم لانه متصاب، وجو بيديله المسكن بتاعه. وبعدها بيبدأ يرسم على الترابيزة، ولما بيدخل عليه بين بيلاقي راسم كنيسة، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية لحد ما بيوصل جندي وبيقول لبين ان النقيب عايز يشفر رسالة. وجو بيروح للقائد بتاعه علشان يعتذر انه مش هيقدر يكمل المهمة. وفي نفس الوقت كانت القوات بدأت تنسحب من القرية، وفي واحد من الجنود شاف بنت بتبكي واداها شوكولاتة، وكان باين عليها انها جعانة جدا. وفي نفس اللحظة بيحصل هجوم عليهم، وبيتصاب الجندي اللي كان مع البنت، وبيحاول بكل اللي يقدر عليه انه يحمي البنت، وبيرملها الشوكولاتة علشان تروح وراها. وبيبدأ قتال بين الجنود اليابانيين وجنود الأمريكان، وبيتصاب عدد كبير من الجنود الأمريكان، وعدد الجنود اليابانيين كان كبير لدرجة انهم حصرهم من كل الجهات. وأثناء المعركة قدر تشارلي يحمي الجندي اللي كان بيتريق عليه قبل ما الجندي الياباني يهجم عليه. وبعدها قدرت الجنود اليابانيين يحصروا تشارلي وفضلوا يضربوا فيه، وشافوا جو لكن سلاحه خلص وطلع قنبلة، وتشارلي شاور له علشان يرميها عليهم، ومات تشارلي والجنود اليابانيين اللي معاه. وبعد ما خلصت المعركة راح بين علشان يسأل جو على تشارلي، وقال له انه رمى عليه قنبلة، واتعصب بين جدا وفضل يضرب فيه، وكان عايز يقتله لكن ما قدرش. وبعد كده اتحركت الجنود، وبعد ما وصلوا راح بين علشان يعمل طقوس لموت صاحبه تشارلي. وجو راح له قال له انا مش نبهت عليك انك لما تتحرك تقول لي، وبين على بين انه مش طايقه. وجو قال له انا كان لازم احمي الشفره لان دي مهمتي. وبعدها بين سابه ومشي، وجي جوندي لجو علشان يقول له ان القائد عايزه، ولما وصل له اداله مهمته الجديده وانهم عايزين يسيطروا على قطعه ارض وهي دي اللي باقيه، وبكده هيكونوا استولوا على الجزيره بالكامل. وبالفعل بيروحوا، لكن وهم في طريقهم بيعدوا على حقل الغام، وساعتها الجنود اليابانيين بيهجموا عليهم وبتبدأ الألغام تنفجر فيهم. وبين بيبدأ يقاتل اليابانيين بكل شراسة انتقام لصاحبه، ولما شافه جو قال له ان ده مش هيرجع لك صاحبك. وبعد فترة من تبادل النار مش بيتبقى غير 4 جنود، واللي هم جو وبين واتنين معاهم. وبيقرر واحد منهم ان هو هيبقى طعم علشان هم يهربوا ويطلبوا المساعدة، لكن جو بيرفض وبيقول لهم مفيش حد هيموت تاني. وبيتقدموا بين وجو علشان يجيبوا اللاسلكي ويطلبوا المساعدة، وبعد معاناة بيقدروا يطلبوا المساعدة، لكن بيتصاب بين وبيطلب من جو انه يقتله، بس جو بيرفض وبيشيله وبيهربوا. وبعد ما بيوصل لمكان امن بيكتشف بين ان جو واخد رصاصة في صدره، وحاول يساعده لكن من غير اي فايدة، وبيموت بين ايد بين. وساعتها بتكون وصلت المساعدة وبدأت تقذف اليابانيين بالصواريخ. وبعدها بيرجع بين لعيلته وبيحكي لابنه على صاحبه جو. وفي نهاية الفيلم بنعرف ان شفرة نافيجو لعبت دور مهم في الحرب،
وبكده احنا خلصنا الفيلم. لو الفيلم ده عجبك بقى ياريت تعمل لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش ياريت يشترك ويفعل الجرس، وياريت تنزلوا في الكومنتات تكتبوا رأيكم. وكان معكم احمد اشرف اللي سجله، وما ننساش امونيوس اللي كتبه، وهشام صلاح اللي منتجه، وما تنسوش تعملولنا فولو على الانستجرام. وبس كده، سلام.